كده يعني كنت سعيدة وتشرفت بالعمل سنتين كاملين في صباح دريم. أتمنى كل حلقة نكون قدمناها وكل موضوع نكون طرحناه كان يكون فيه الإفادة والمعلومة الدقيقة. بشكر جدا دكتور محمد خضر رئيس قناة دريم على ترشيحه ليا وإصراره أن أنا أكون موجودة في برنامج مسائي جديد. يعني برنامج إن شاء الله يكون كمان مختلف، إن شاء الله يكون متميز. والحقيقة الطلب الوحيد اللي طلبته من دكتور خضر، يعني لما كلمني على البرنامج المسائي الجديد، الطلب الوحيد اللي طلبته منه، ما طلبتش اي حاجه، قلت له بس ليا طلب عندك، الشق الخدمي اللي ربطني بالجمهور انا عايزاه يكون معايا في البرنامج المسائي. والحقيقه هو وافق جدا وشجع الفكره دي وقال لي هيبقى موجود ان شاء الله ونركز فيه. كل قضايانا، الصحه، التموين، التعليم، الاسكان، كل القضايا اللي بتمس قوي المشاهدين، بتمس حياتنا اليوميه، دي ان شاء الله هتكون جزء اساسي معايا في البرنامج الجديد ان شاء الله. لا مش هقطع عليكم، انتوا صباح دريم واحنا مساء دريم، بس هيبقى في تنافس حلو على فكره. عشان احمد صار بيقول لي هتقطعي علينا يعني. كلمه صغيره بس تقفلي عشان ياكد الكلام اللي انا كنت بقوله، ان صباح دريم الاستاذه منه وفريق العمل بالكامل. انا كنت قافل الموبايل طول الحلقه لسه فاتحه حالا، فلقيت دلوقتي على الواتساب كل ارقام الساده المتصلين واسمائهم من فريق الاعداد. الله، فانا اولا بشكرهم، انا هحولها للمسؤولين دلوقتي عشان يتواصلوا معاهم. الله يخليك. وده هو البرنامج يا جماعه اللي عمله سمعه، تواصلوا مع الناس واصراروا على خدمه المواطنين. انا بشكرك، بشكر فريق الاعداد. انا فريق الاعداد بقى، فريق الاعداد يعني احمد صقر، هقولها بصوره كامله كده عشان مش عايزه اتكلم كتير. احمد صقر اخويا الكبير ايوه اكبر مني بكثير بحبه حلوين. احمد انا بشكرك جدا، اشتغلنا مع بعض بدقه، اشتغلنا مع بعض بمهنيه واحتراف. حتى فترات الابس اند داونز اللي بتحصل ده طبيعي، لانها كانت بتحصل، المفروض انها تحصل في اي مكان، اي مجال عمل، اي ناس بتشتغل مع بعض في ما بينهم اختلافات، لكن في النهايه طول الوقت كان في ما بيننا احترام وتفاهم لاقصى درجه. بساره محي بشكرك جدا يا ساره، بروديوسر صباح دريم، تعبتي معايا وانا عارفه كلكم تعبتوا معايا، انا يمكن دقيقه بزياده شويه وعندي حته التفاصيل دي بتؤلمني بقعد اسال فيها لدرجه احيانا ممكن تتعب الناس اللي بتشتغل معاك، لكن هم كمان الحقيقه لان هم ناس بروفيشنال ومهنيين، فده كان بيسعدهم، بيتعبهم بس بيسعدهم الحقيقه، وكانوا بيقولوا لي الكلام ده طول الوقت. كامل شاهين المخرج بشكرك يا كامل جدا، كل كرو صباح دريم، كل فريق الاعداد، كل زمايلي مساعدين الاخراج، كل زمايلي المصورين. انا البلاتو ده هيوحشني، بلاتو صباح دريم ده هيوحشني، يعني حتى على قد ما هو بسيط ومتواضع لكن بجد هيوحشني. قضيت فيه سنتين كاملين يوميا، كنت 5 ايام في الاسبوع بطل على حضراتكم بصدق وبحب. اللي اقدر اوعدكم بيه انه ان شاء الله باذن الله هذه المشاعر وهذا الاصرار وباذن الله هذه المهنيه وهذه الموضوعيه هتنتقل معايا لبرنامجي المسائي مساء دريم. ان شاء الله هيبدا الخميس 1 فبراير 2018 لو لينا عمر، تكون بدايه الانطلاقه، برنامج جديد، برنامج متميز ان شاء الله، متابعه مهمه لابرز القضايا ولاهم القضايا مع الشق الخدمي اللي احنا اتفقنا عليه مع بعض. بشكركم جزيل الشكر، بشكر كل زمايلي المراسلين، وبشكر الحقيقه كمان زمايلي اللي كانوا معانا في صباح دريم، بداوا معانا من يناير 2016 الشكل الجديد للبرنامج، ثم تركوا صباح دريم او تركوا القناه، راحوا لفرص ثانيه. بشكركم جميعا ويا رب كل الخير ليكم، هيفضل صباح دريم واخد جزء كبير في قلبي. وهننتقل دلوقتي للتلفزيون المصري لمتابعه فعاليات الاحتفال بالعيد 66 لاحتفالات الشرطه مع الرئيس. لكن في اخر طله ليا معاكم في صباح دريم، هقول الدعاء ربما الأقرب إلى قلبي اللي أنا كتير بطلع الصبح أقوله، سواء كنا في صباح دريم أو مساء دريم، سواء كنا في أي مكان، دائما وأبدا نقول اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أشوفكم على خير إن شاء الله.